بريبريشن اوف كربون دايوكسيد ات هوم. هنحضر غاز ثاني اكسيد الكربون في البيت. الماتيريالز اللي عندي: فينيجر، خل، صوديوم بايكربونات، كربوناتو اور بيكنج صودا اللي هي البيكنج باودر. ستيبس: الخطوات باي ادينج صوديوم بايكربونات، اد فينجر، ادينج فينجر تو صوديوم بايكربونات، كربون دايوكسيد جاز بروديوسد. كده غاز ثاني اكسيد الكربون بيطلع اهو. ديتكت، كده انا بختبر وجوده. ذا بيبر اكستنجويشد، الورقه اتطفت. ديتكت صوديوم بايكربون دايوكسيد جاز، كده يعمل ايه؟ اكستنجويشنج ذا لايتد بيبر، هيطفي الورقه. يبقى كده فعلا الجاز ده كربون دايوكسيد، بيكوز كربون دايوكسيد دازنت بيرن and doesn't help in burning، عشان كربون دايوكسيد ولا بيشتعل ولا بيساعد على الاشتعال، فعشان كده لازم يطفي اي حاجه مولعه. كربون دايوكسيد جاز dissolves in water، بيدوب في الووتر، دايب في الميه اهو. هنلاقي بابلز صغيره كده على الوولز اوف كونتينر، على جدران الطبق او الاناء اهوت. هو كده ديزولفز ان ووتر، عشان كده احنا بنصنع منه السودا ووتر اور سوفت درينكس، بنصنع منه المياه الغازيه عشان هو ديزولفز ان ووتر.